كيفاش ننظم الدار صباح؟ اول حاجه البنات، التهويه لازمه نحلو امو على الاقل 20 دقيقه. لا كويزين نظفتها، غسلت الماعن، فوتو الدعيساج على طابل. نجيب لي سيرفيت الكبيره فيهم نحطها كيما هكا هنا، وهذه نعكسها ونرفدهم من هنا، نحط هذاك لانو هنايا. فوالا نحطوهم هنا في الوسط ولا نحطوهم في الجهه اليسرى. فوتو يجي هنا لالام داخله من الكوتي دروات، ونحط لا فرشيت هكذا لا غوش. بتيت كويير تاع الديسير نحطها من هنا. كاس تاع الماء ديما يتحط هنا ليجيرمون ا دروات، والكاس تاع الغازوز يتحط جوست ا كوتي. شوفوا انا لاسيت لازم تكون بعيده على الطابل 2 سنتيمتر. انا وجدت صينيه تاع لاتاي ولا تاع القهوه، سلطه خفيفه. هنا عندي لي غادي نقص هذا الخيار كونكومبر صغير، سلطة مشكلة. هنا نوجد لاصوص، نحط كويير تاع لامطارد، نصف عصير ليمونه، زيت الزيتون، ريحان ولا الحبق، بازيليك. نحطهم على سلاد ما نخلطهاش، نخلي حتى نحطها ونخلطها اطابل. فوالا هاي لا سلاد وجدت. ان بلا لازانيا بولي وبالصحة العافية. Tu dois remettre souvent.